اليوم يعني لو أقرأ هذه الكلمات التي قالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، كلمات نابعة من القلب، كلمات من الشقيق لشقيقه، كيف يمكن أن نقرأ هذه الكلمات؟ بدون شك يعني هي كلمات ليست مستغربة من الأخوة والأشقاء في الإمارات وفي دبي. يعني نحن مثل ما نقول يعني جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نحن كدول خليج الحمد لله يعني كقيادات وكشعوب متلاحمين، لا يشعر الإنسان يعني يتألم لتألم الآخر ويفرح بفرح الآخر، ودائما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا يعني جميعا كدول خليج كمنظومة خليجية أن نكون دائما على قلب رجل واحد، حتى يعني اليوم في العالم الكيانات الصغيرة يعني تأثيرها سيكون محدود في التحديات اللي راح تواجه العالم في المستقبل. لذلك كيان مجلس التعاون استطاع أن يصمد أمام كثير من الهزات سواء السياسية أو الاقتصادية، ليس فقط بوجود نظام قانوني وإنما بوجود أشخاص مؤمنين بهذا الكيان، أشخاص هم أشقاء قبل أن يكونوا قيادات مختلفة ودول مختلفة، هو مثل ما قلت جسد واحد. لذلك لا نستغرب هذا الموقف من الإمارات قيادة وشعبا.